تتواصل بالولاية الشمالية حملات التطعيم الروتيني وأيضا لقاحات فيروس كورونا على مستوى المحليات، وشهدت الشمالية في الفترة السابقة حراك كبير من قبل الجهات المختصة حتى تم تغطية عدد كبير من المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، ووجدت الحملة اهتماما كبيرا ووعي كبير من قبل المواطنين. انضم لنا عبر الهاتف دكتور إياس عبد المجيد مدير الرعاية الصحية الأساسية بالولاية الشمالية. أهلا ومرحبا بك دكتور. السلام عليكم دكتور إياس. ألو السلام عليكم. دكتور إلياس يمكن يكون اليوم حنقدر نحكس من خلال دكتور إلياس اللي هو مدير الرعاية الصحية الأساسية بالولاية الشمالية مدى تغطية المواطنين في الولاية الشمالية بتطعيم ضد فيروس كورونا، وأيضا ليتم مدى كان في تعاون من قبل المواطنين مع الجهات المختصة. ومعنا دكتور، أهلا ومرحبا بك. ألو ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا بك وصباح الخير عليك. صباح الخير عليكم وصباح الخير على كل المشاهدين على امتداد الوطن الحبيب وكل المشاهدين على امتداد السودان وخارج السودان. أهلا ومرحبا بك، وحايزين نتعرف على مدى التغطية اللي حصلت من خلال تطعيم فيروس كورونا في الولاية الشمالية بالإضافة إلى اللقاحات الروتينية. بالحمد لله سبحانه وتعالى اللقاح كوفيد وصل لكل المواطنين على امتداد الولاية الشمالية، وده يمكن بفضل جهود وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة في الولاية الشمالية وإدارة الرعاية الصحية الأساسية في الولاية الشمالية. وفاق عدد المطعمين 85 ألف على امتداد الولاية الشمالية، والآن اللقاحات هي متوفرة بنوعيه اللي هو لقاح جونسون آند جونسون عن لقاح أسترازينيكا. كل المراكز الآن هي برضو عاملة، وممكن المواطن يجي للمراكز دي ويستفيد منها. معروف انه المرض كورونا هو اصبحت فيه كميه من المتحورات، فالوسيله الوحيده للحمايه هو عبر التطعيم او عبر اخذ اللقاح. طيب كثير جدا، لكن دكتور إياس يعني من خلال المواطنين كان في تساؤلات وتخوفات وهواجس كثيره جدا خلتهم انهم يبعدوا تماما عن موضوع اللقاحات، حتى وان كانوا شايفين انه هو مهم لكن بعض التخوفات، فكيف قدرتوا تتغلبوا على المشكلة دي؟ يمكن في بداية ظهور اللقاح في السودان وفي الولاية الشمالية لقينا مقاومة شديدة، وفي كان كمية من الشائعات يمكن في وسط المواطنين أدى للتخوف الشديد من أخذ اللقاح. لكن تدريجيا يمكن وسائل الإعلام كان لها دور كبير جدا في رفع وعي المواطن عن ضرورة المرض أو ضرورة اللقاح. وبالإضافة لأنه إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة الاتحادية وفي الولاية كان لها الدور الكبير، بالإضافة للمنظمات العاملة اشتغلوا شغل كويس جدا في تعزيز الصحة ورفع التوعية للمواطن. الآن المواطن بقى واعي تماما بدليل أنه الناس كمية الناس اللي بيجوا للمراكز ويأخذوا الجرعات، وبقدر الإمكان قاعدين نحاول نبحث الشائعات اللي هي بتظهر بين الحين والآخر. طيب برضو واحدة من الحملات اللي انتوا قمتوا بها هي حملة التطعيم الروتيني. ايوه التطعيم الروتيني هو طبعا شغال لكل الاطفال اقل من 5 سنوات، هو شغال في كل المراكز. بين الفترة والاخر بنلقى في بعض اللقاحات او بعض المناطق بنلقى التغطية فيها اقل او نسبة الناس اللي في المراكز اقل، بنقوم نعمل يا اما حملة جزئية للمناطق المعينة، او بنعمل حملة كاملة في لقاح معين مثلا ضد شرر الاطفال وكذا، عشان نقدر نقلل الاصابة بالمرض ونرفع التغطية للقاح المعين. طيب يمكن يكون دكتور إلياس يعني مدير الرعاية الصحية الأساسية بالولاية الشمالية، يعني الرعاية الصحية منوط بها عدد كبير جدا من الخدمات اللي بتقدم للمواطنين، بالتحديد مثلا في مجال التوعية، لأنه التوعية هي ذات جزء من الوقاية يعني، فكيف أنتم دائما بتستهدفوا المناطق اللي بيكون مثلا فيها يعني التوجه نحو المراكز لأخذ العلاج أو لأخذ الجرعات أو عموما للتشخيص يعني؟ بالتأكيد الرعاية الصحية هي لها أدوار كبيرة، وعندنا حزمة من الخدمات بنقدمها عبر الرعاية الصحية هي تحتوي على 5 حزم. الحزمة الأولى هي الحزمة بتاعة التحصين، الثانية هي تعزيز الصحة،
وعندنا خدمة الأطفال أو خدمة الأطفال أقل من 5 سنوات وحديثية الولادة، وعندنا الصحة الإنجابية وخدمة التغذية. دي هي 5 خدمات أساسية تقدم في كل المراكز والمستشفيات، هي بنسميها حزمة الرعاية الصحية الأساسية. يمكن تعزيز الصحة بنقول عليه هي الحزمة الجوكر، يعني في كل الحزم الأمراض الأخرى، في كل الحزم الأخرى وكل الأمراض الممكن تظهر لنا في أي منطقة معينة. تعزيز الصحة بيقوم يقدم توعية للناس كيفية الوقاية من المرض وكيفية عدم انتشار المرض وكيف بتحمي نفسك من المرض. يمكن عندنا كثير من الشركاء في الولاية زي منظمات المجتمع المدني، بالإضافة لكليات الطب والكليات الصحية في الولاية، ديل هم بيشتغلوا توعية صحية أو توعية ضد مرض معين أو توعية ضد الأمراض عموما. ده هو يمكن بيزيد لنا من مستوى الإقبال على المراكز بتاعت التطعيم، سواء كان تطعيم روتيني أو تطعيم ضد مرض كورونا. احنا شاكرين لك جدا، ومساحة أخيرة إذا حابب توصل فيها أي رسالة توعوية صباحية. الرسالة هي لكل الأمهات اللي عندهم أطفال أقل من 5 سنوات، يحرصوا على أخذ اللقاحات ضد الأمراض بتاعت الطفولة. ودي هي يمكن بعد ما الناس بقت تاخذ اللقاحات مستوى الأمراض وكمية أو عدد المرضى قل بنسبة كبيرة جدا. الرسالة الثانية للناس، كل الناس اللي أكثر من 18 سنة، إنهم يحرصوا على أخذ اللقاح من مراكز التطعيم ضد مرض كوفيد. والشكر حقيقة لقناة سودانية 24، والتحية أيضا للمراسل الهميم هنا في الولاية الشمالية أستاذ العمار حمزة. حقيقة هو بيقوم يعكس كل النشاطات الخاصة بالرعاية الصحية الأساسية وكل نشاطات وزارة الصحة يعكسها عبر شاشة سودانية 24، والتحية والتقدير له، والتحية والتقدير لكم ولكل المشاهدين على امتداد السودان وخارج السودان. شكرا لك كثير جدا دكتور إياس عبد المجيد، مدير الرعاية الصحية الأساسية بالولاية الشمالية. شكرا جدا لمشاركتك لنا اللي هي مدى عكس الولاية الشمالية ومجهوداتها في الحملات التطعيم الروتيني وأيضا لقاح فيروس كورونا. شكرا جزيلا.